هلا اول طريقه يا مس، يا بروح على الكويك اكسس تول بار، شايفينه في عندي انا اختصار للسيف شايفينها، بضغط عليها اوكي، او بروح الطريقه الثانيه من قائمه فايل اختار كلمه سيف، سواء الطريقه الاولى من الكويك اكسس تول بار او من قائمه فايل، التنتين نفس الاشي اوكي. مثلا انا اجيت على سيف تمام، هلا لما افتح سيف تمام، هلا بحكي لي وين بدي اسيفه، مثلا على الكمبيوتر اوكي، وين بدي اسيفه على الكمبيوتر تمام. هلا بما انه هذا الملف انا بدي اسيف اول مره، انا مو مسيفه هذا الملف من قبل تمام، الديلوج بوكس اللي بيطلع عندي هون، هاي الويندو اللي بتطلع عندي اسمها سيف از تمام، اسمها يا مس سيف از تمام. اذا اسمها سيف از، هلا هون شو بعمل؟ باجي مثلا بكتب اللي بدي اياه، مثلا بدي اكتبه انا مثلا 6 جريد اوكي، اسمه وين بدي اخزنه؟ بدي اخزنه على سطح المكتب تمام، هون المكان اللي بدي اخزنه عليه، وشو اسمه تمام، نعمل سيف تمام، نضغط على سيف، نعمل كلوز، نروح على سطح المكتب هلا. نروح على سطح المكتب ندور على شيء اسمه هي، شايفين اكسل؟ انا هيني سيفته وين؟ على سطح المكتب. نرجع نفتحه يا مس، تمام؟ هيو. اذا انا اللي فتحته نفس الاشي اوكي. هلا ليش انا طلع عندي الاسم الملف؟ هلا تعالوا هون نشوف، مثلا بدي اكتب انا مثلا اسم عائلتي خمش اوكي، باجي بروح وين هون على سيف، وما طلع لي مس ويندو جديده اني اسيفها باسم جديد اوكي، لانه انا اصلا اوريدي مسيفته هذا الملف سابقا، اي انا اضافات جديده بدي احفظها بروح عن طريق سيف. طريقتين، يا بروح على الكويك اكسس تول بار او عن طريق قائمه الفايل منيو بختار سيف اوكي. هلا يا مس اخر اشي رح نحكي عنه اللي هو سيف از، رح نحكي عن السيف از. هلا السيف از شوفوا يا مس شو بتعمل السيف از، انا فاتحه الاكسل 6 جريد اوكي تمام. هلا احنا بالكتاب، هلا كلنا احنا بنعرف انه السيف از هي بتحفظ الملف تاعي تمام. هلا بس شو بتحفظه؟ بتحفظه كنيو نيم تمام. هلا بالكتاب شو مكتوب؟ we use this command to save the changes on the open file. هلا السيف از مش زي مبدا عمل السيف تمام. هلا بدي اوضح لكم هاي البوينت. هلا في عندي انا هون غلط، انه السيف از بنستخدمها to save a new file under a new name اوكي، save a new file under a new name، يعني كأني بدي اعمل فايل جديد باسم جديد اوكي. شوفوا لما اجي انا على فايل اكبس على save as، وين بدي احطها؟ بدي احطها على الكمبيوتر اوكي، يطلع لي ويندو تمام. هلا بحكي لي شو اسم البرنامج اللي بتسميه، مثلا بدي اسميه هبه اوكي، بسميه هبه خمش تمام. وين بدي احفظه؟ بدي احفظه على الديسكتوب. هلا يا مس اذا متذكرين انتم زمان لما اعطيتكم صف ثالث وصف رابع وصف خامس، لما قلت لكم الفرق بين سيف وسيف از، حكيت لكم لما اجي بدي اسيف ملف لاول مره، سواء ضغطت على سيف او سيف از، الاثنين نفس العمل، بيحفظوا لي ملف لانه اول مره. هلا انا فتحت الملف المحفوظ وكتبت عليه بدي احفظ التغييرات اللي صارت، وين بحفظه؟ عن طريق كلمه سيف تمام. طيب لو انا اذا متذكرين لما كنت احكي لكم تدخل عليكم مثلا مستين اسمهم هبه، والتنتين نفس الشكل، والتنتين بدرسوا حاسوب، بتقدروا تميزوا بيناتهم؟ قلتوا لي لا. قلت لكم كيف بقدر انا اميز بيناتهم؟ يا بغير اسمهم، يا بغير لبسهم، او بخلي مثلا هاي المس تدرس بصف ثاني ما تدخل على هذا الصف، صح ولا لا؟ نفس الشيء السيف از، السيف از وظيفتها هاي الوظيفه انها تغير، يا بتغير المكان يا بتغير الاسم. ملف نفس النوع ونفس الاسم بنفس المكان ما بصير، يعني بغير المكان وبخلي الاسم نفس الاشي، بخليه بنفس المكان وبغير الاسم تمام. يعني يا بغير المكان وبخلي الاسم، او بخلي المكان وبخلي الاسم وبغير المكان اوكي. يعني انا بدي العب على هاي البوينت، فاذا انا بدي اخليه على ديسكتوب لازم اغير اسمه تمام.
بخليه باسمه اللي هو 6 جريد 6 جريد، وين بغير؟ بغير